اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. دكتور احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله شعرك تمام؟ كله زي الفل الحمد لله، اهم حاجه شعرك يبقى كويس. ازيك يا كريم؟ ازيك يا ابن اسلام؟ اخبارك يا كريم؟ كله كويس؟ الحمد لله. اهم حاجه انت بدلتك تبقى كويس. الحمد لله. حلو. انا في الامان. انت في الامان عشان انا لابس اخضر النهارده، ملبسين اخضر. ماشي، خلينا نتكلم مبدئيا عن فوز المنتخب الاولمبي وصعوده للمباراه النهائيه، وبيقولوا لي يا شباب ماتش المنتخب المغرب ومنتخب مالي كام كان؟ طبعا الف مبروك لمصر ومنتخب مصر الاولمبي، تاهل الى اولمبياد باريس، وده العام الثاني او للمره الثانيه على التوالي بنوصل لنهائي كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. بالتاكيد يحسب لميكالي المدرب البرازيلي، بصراحه مدرب محترم جدا. انا بشوف الجيل، ممكن يكون الجيل ده مش يعني من متابعتي لكل الفرق بتاعت القطاعات الناشئين، هو مش من اعلى الاجيال قوي كفنيا، ولكن هو قدر المدرب الشاطر اللي يقدر باللعيبه اللي معاه وبالامكانيات اللي معاه اللي هو يوظفها صح. هو في اغلب الماتشات كان بيعتمد ان انا في اول 10 دقائق ان انا بسجل جون وبرجع باقي الماتش بلعب لو بلوك في وسط ملعبي، واحاول ان انا اعتمد على بعض التحولات من خلال ابراهيم عادل، من خلال احمد عاطف قطه، من خلال سرعات محمد شحاته في وسط الملعب. ده كان فكره حتى في ماتش مالي، جاب جون في الدقيقه 8، النهارده مثلا في الدقيقه 10، في اول 10 دقائق الماتشين جاب جونين وقدر ان هو يقفل. النهارده منتخب مصر اقوى خط دفاع في البطوله، والدفاع طول ما انت بتدافع كويس طول ما انت فريق بطل. تملي بنقول كده ان الفريق اللي بيدافع كويس فريق بطل. ويحسب برده مكسب، انا شايف في مكاسب كتير في البطوله، حمزه علاء حارس النادي الاهلي، وده مرتين على التوالي الافضل. بالمناسبه منتخب المغرب متفوق على منتخب مالي بهدف مقابل لا شيء. منتخب المغرب قوي جدا، هيبقى نهائي قوي قوي وممتع، مباراه المغرب ومصر في النهائي. حمزه علاء بصراحه يطمنك على حراسه مرمى النادي الاهلي. انت النهارده بتتكلم على مستوى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، شفناه كلنا في النهائي كاس، في نهائي دوري ابطال افريقيا وقدم اداء كويس. شفنا حمزه علاء، في مصطفى مخلوف في 2003، في عمر كامل في 2006. فالنادي الاهلي عنده حراس، انا بشوف ان الحراس في قطاعات الناشئين افضل من اي حارس بره بيلعب ممتاز. دي وجهه نظري. حمزه علاء اهو شفناه تالق، مصطفى مخلوف مع منتخب الشباب، عندك كمان عمر كامل في 2006 ده لسه حارس صغير كمان، عندك برضو علي لطفي ومصطفى شوبير، كلهم حراس ممتازين. وده برضو يحسب لميشيل يانكو مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. كل لو نلاحظ في الفتره الاخيره كل الناس اللي اتدربت تحت ايد الراجل ده طلعت بشكل كويس. يمكن احنا برضو معانا فيديو لحمزة علاء، في حاجة مفاجأة لحمزة علاء دي، لو ممكن نقول ان حمزة علاء بدايته اصلا كان لعيب كرة يد. كان لعيب كرة يد في بدايته، وده كان قاله في بدايته خالص هنا في برنامج الاشبال مع الكابتن اسامة حسني، لو ممكن حتى نستعرضه. طب يلا يا شباب ورونا الفيديو جاهز. طب يلا اتفضل. كنت راسم نفسي لعيب كرة يد. يد، انا قعدت فتره كبيره بلعب كره يد في نادي اليوبلس. يعني انا بعشق اللعبه دي بصراحه، حتى لحد دلوقتي بتفرج ما شاء الله مصر ومنتخب مصر مميز. لا وكمان الفريق دلوقتي ما شاء الله فيه ناس كتيره من نادي اليوبلس اعرفهم شخصيا، يعني واحد من اعز اصدقائي دلوقتي يعني يعني لا لعبه بصراحه انا شخصيا بحبها جدا. يعني هي في الاول كانت الهاندبول، وبعدين يعني فضلت العبها شويه مع الكوره، بس طبعا وصلت المرحله اللي كان لازم اختار بقى خلاص. يعني مين اللي حول وجهه نظرك اللي بعد كده للكوره؟ لا هو انا كنت يعني انا كنت موجود بلعب اللعبتين مع بعض لحد مثلا 2013. في 2013 يعني كان خلاص بقى، كان حبيت الكوره اكتر. غير ان حبيت الكوره كان خلاص، يعني كان وصلت المرحلة في حياتي لازم اختار بقى، يعني اختار مستقبلي واشوف انا مصلحتي فين ويعني اللي فيه الخير ربنا يجيبه ان شاء الله. يعني هو كان حارس مرمى هاندبول؟ كان بيلعب هاندبول، بيلعب هاندبول وقدم لغايه لما سنه 2013 بيلعب الاثنين. انا كنت بلعب سله وبتكلم بجد. كنت بلعب بلاي ميكر في السله زي الكابتن طارق خيري كده وزي ايهاب امين. بالظبط كده. شفت بقى؟ عشان يعني ما يبقاش حمزه لوحده واحنا كمان. بس اليد بالنسبه للحارس ساعدته كتير. طبعا يعني اكيد بتساعده تحركاته. مكسب كبير بصراحه، هو اخذ احسن حارس في دور المجموعات، والنهارده برضو يعتبر رجل المباراه، واحد من نجوم المباراه النهارده. برضو من ضمن اخذ رجل المباراه النهارده كمان مان اوف ذا ماتش. برضو من ضمن المكاسب بشوف محمد شحاته،
محمد شحاته ده لعيب ما فيش حد حاسس بيه خالص في طلائع الجيش، وده ياكد لك وجهه نظر المدرب ميكالي ده ان المدرب ده كويس جدا. ان هو اختار لعيبه اصلا، يعني فرقه الجيش كانت بتنافس على الهبوط لغايه اخر سنه، اللي هم لسه حتى ما امنوش بقاهم على الدوري، تجيب واحد زي محمد شحاته ده انا بشوفه اصلا يعني ده عامل زي امام عاشور القادم. محمد شحاته ده لعيب بيلعب في طلائع الجيش، بيجي من تحت سريع، بيتحرك بدون كره بشكل كويس، هداف سريع بصراحه. محمد شحاته ده مكسب عندي برضه. وفي ابراهيم عادل افضل لاعب في دور المجموعات، لعيب بيراميدز، لعيب هايل طبعا. برضه احمد عاطف قطه، على فكره احمد عاطف قطه ده من ناشئين النادي الاهلي اصلا. احمد عاطف قطه اللي هو الوينج من ناشئين النادي الاهلي، وبعد كده راح دلوقتي حاليا بيراميدز اعاره، اخدينه من المولين العرب، برضه من اللعيبه الكويسه جدا. احمد نبيل كوكا لعيب النادي الاهلي في وسط الملعب، بيلعب طول الماتشات، لعيب هايل جدا. برضو بشوف ان برضو رساله كده لمحمد اشرف، محمد اشرف الكيرف بتاعه قل شويه بصراحه، اللي هو الباك الشمال بتاعه الباك ليفت بتاع النادي الاهلي، كان بادئ بدايه حلوه قوي، وكنا كلنا بنقول ان هو هيكون خليفه معلول، محتاج شويه الفتره الجايه يشد على نفسه شويه الفتره الجايه، لان هو حتى في المنتخب بدا اساسي، وبعد كده دخل حاتم سكر ظهير ايسر نادي الزمالك اخذ مكانه. وحسام عبد المجيد بالمناسبه واحد بيتكلم على نادي الزمالك، عامل شغل، عامل بطوله رائعه الحقيقه. هو يعتبر من واحد من احسن المساكين في الجيل هيل ده. بصراحه يعني برضه عشان نديله حقه، بطوله بصراحه رائعه. والباك رايت احمد عيد برضه هايل، بس حسام مميز. حسام كل الكرات العرضيه تقريبا واخدها، عامل يعني ظروفه كانت احسن بكتير في المنتخب الاولمبي مع الزمالك يعني. صح، حسام عبد المجيد برضه ممتاز. يمكن الفرقه فيها بعض العناصر، بس اللي بارز قوي يعني هو طبعا حمزه وابراهيم عادل ويليهم محمد شحاته. وشحاته دول احسن ثلاثه بارزين قوي في المنتخب الاولمبي. طيب خلي كريم يتكلم ولا اتفضل. اتفضل كريم. طبعا ببارك للمنتخب الاولمبي، اكيد طبعا ده انجاز بيتحقق، يعني نصعد اثنين اولمبياد ورا بعض ما اتحققتش غير من الستينات، اول مره في تاريخ مصر ان احنا نعملها تاني مره بعد اللي عملناها في الستينات. بتفق جدا مع ثابت ان عين ميكالي في اختيار اللاعبين كان مميز، بس طبعا احنا عارفين دايما ان للاسف اللعيبه المصريين في الفئه السنيه اللي تحت 20 سنه حاجه، ولما بيطلعوا للفريق الاول بيبقى فيه شيفت، يعني دايما لازم اللاعب يبقى عنده القدره الشخصيه وتطور الاداء ان هو عشان ينافس على مستوى الفريق الكبير. بس طبعا اكيد احنا النهارده في انجاز كبير جدا، المنتخب الاولمبي بيحقق التاهل للاولمبياد بكلين شيت في 4 مباريات، حاجه مميزه جدا للدفاع والحارس المرمى طبعا حمزه علاء. عايز اشيد جدا باتنين بصراحه في ماتش النهارده، حسام عبد المجيد واحمد نبيل كوكا. النهارده كوكا عمل مباراه ممتازه جدا. حمزه علاء، بص النهارده حمزه وحسام عبد المجيد الاثنين دول، وحسام جاب جون بس كان تسلل يعني، وفعلا كان القرار كان صحيح، بس هو ارتقاءه بامانه في كل الكرات العرضيه. يعني بالمناسبه وانت بتتكلم برضه، لانه ده لفت نظري، تقريبا الاربعه اللي بيلعبوا ورا زمالك الاثنين يعني الباك رايت والباك ليفت والاثنين ده كلهم وراهم حمزه علاء اهلي. نعم. ما برضه عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه منتخب مصر، يعني انت عندك اهو حمزه بدون خط الدفاع ده تحديدا عنده هتبقى لن يظهر كما ظهر. صحيح طبعا، والعكس صحيح، خط الدفاع بدون حمزه طبعا لم يظهروا كما ظهروا. وبالتالي هو ده اللي احنا يعني هو ده التقارب اللي احنا بنتكلم عنه. لا، وكمان البطوله كان بتاكد فعلا ان التنافس القاري في قاره افريقيا يعني لحد ما بدا يتجه فعلا ان هو بينحصر ما بين مصر والمغرب، يعني مصر والمغرب اصبحوا مسيطرين على التنافسيه في بطولات كتيره، سواء على مستوى الانديه او حتى على مستوى المنتخبات، بعيدا يعني عن طبعا بطوله كاس الامم الافريقيه اللي بيجي فيها يعني المنتخبات بقى بيجي اللعيبه النجوم والمحترفين في اوروبا، فاكيد بيزود. لكن النهارده ان شاء الله هنشوف، اعتقد صعب جدا ان مالي تقدر ترجع على المغرب، فاعتقد هنشوف نهائي شرس للغايه ومباراه حلوه ما بين مصر والمنتخب المغربي، منتخب قوي للغايه، واعتقد عندهم ولد محترف في برشلونه، ولد كويس جدا تحت 20 سنه وبيلعب كمان مع فريق برشلونه بيه، فولد مميز. فاعتقد ان شاء الله نشوف مباراه حلوه، واكيد اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نزيد من فرحتنا بالتاهل للاولمبياد بان احنا نحرز ان شاء الله اللقب الاخير. يعني فوز النادي الاهلي على الوداد فقل خير للمنتخب الاولمبي، ثلاثه ترشحهم بقى للمنتخب الاولمبي في الاولمبياد طبعا. ثلاثه فوق السن يعني. ثلاثه فوق السن طبعا، احنا متعودين بس بدري بس يعني في 2012 مثلا كان ابو تريكه واحمد فتحي وكان متعب. في البطوله الاخيره كان الونش وحجازي والشناوي في الاولمبيات الاخيره. الاولمبياد دي اعتقد انت تشوف المراكز اللي ناقصه ايه في الجيل ده. بصراحه انا شايف ان هم محتاجين مدافع بس في مراكز محتاجينها قوي. المدافع لازم. انا بهزر طبعا، هو الحقيقه فريق رائع.
منتخب رائع. اه طبعا. المركز اللي محتاجينه قوي مركز المساك. محمد عبد المنعم مهم جدا رقم واحد يكون موجود. رقم اثنين انت محتاج راس حربه. انا شايف ان راس الحربه في الجيل ده ضعيف جدا. يعني؟ برشح مصطفى محمد. رقم ثلاثه هل محمد صلاح ليفربول هيسيبه ولا لا؟ لان ليفربول البطوله اللي فاتت مثلا ما سابوش. طبعا لو هيسيبه هتبقى محتاجه لان محمد صلاح وابراهيم عادل ومصطفى محمد قدام. لا ما محمد هتبقى اختيار. طبعا ده اساسي ده رقم يعني. واحد اختيار ليه هو ده رقم ثلاثة. لو في اثنين كمان ممكن برضو يخشوا الترشيحات بشوفهم. اثنين كمان؟ لا يعني اثنين من خمسه نختار من خمسه برشح خمسه. نختار منهم ثلاثه. خلي بالك اصل محمد صلاح هو اختياره مع ليفربول. مع ليفربول ده اساسي. يعني لو وافق هياخدوه كده. رقم اربعه احمد فتوح. احمد فتوح بشوفه لان انت محتاج باك ليفت بصراحه. هايل بصراحه. رقم خمسه بشوف حمدي فتحي. ليه حمدي فتحي؟ لان انت محتاج واحد ديفندر قوي في الالتحامات البدنيه والهوائيه والتكمله مع محمد شحاته مع احمد نبيل كوكا يقدر ان هو يسندهم. كريم. لا من متابعتي المنتخب بصراحه انا شايف يعني اول مركز المنتخب محتاج راس الحربه حتى قبل المساك. يعني المساكين بدليل ان هم يعني اربعه كلين شيت. فما اقدرش اقول ان الفريق عنده مشكله دفاعيه زي ما عنده مشكله في مركز راس الحربه. يعني ابراهيم عادل بصراحه بيدوس على نفسه جدا جدا عشان يقدر يتوظف في المكان ده. طبعا لعب مع بيراميدز في المكان ده كتير. بس ابراهيم عادل بيجيد لما بيلعب على الجناح او بيلعب مهاجم وهمي تحت مهاجم صريح. الحته دي هو بيجيد فيها اكتر من انت بتحطه مهاجم صريح. فانا بشوف لا مهاجم صريح طبعا محتاج مصطفى محمد. واكيد مصطفى محمد هو اكيد الخيار. اتمنى محمد صلاح. وجود محمد صلاح بيدي تقل صح دي المنتخب. شفنا برضو الامانه المنتخب في اولمبياد طوكيو كان مطفي بكل امان. حتى مباراه كان عندنا يعني انتقادات كتيره ساعتها للمنتخب كابتن شوقي غريب. وبصراحه ما لعبناش ماتشات حلو. صعدنا كل حاجه بس ماتشات فعلا المنتخب ما كانش بيلعب زي مثلا 2012 مع كابتن رمزي. كان افضل بكتير. كان المنتخب كان جميل فعلا كان ممتع. اتغلبنا من اليابان في دور الثمانيه 3-0 بس الفريق في دور المجموعات قدم مباريات حلوه. انا اتمنى محمد صلاح ان شاء الله يكون موجود مع مصطفى مع مصطفى محمد. واللاعب الثالث بدون تاكيد في وجهه نظري احمد فتوح لان جبهه اليسرى في المنتخب فعلا محتاج. انا شايف بصراحه الدفاع محتاج اي تدعيم. طبعا محمد بنعم طبعا لعيب كبير ومصر فيها مدافعين كويسين. بس انا شايف ان الولاد ان هم عاملين كلين شيت مع الفئات السنيه اللي زيهم. اعتقد الفريق يعني دفاعيا مش محتاج اي تدعيم في الدفاع ما عدا بس مركز الباك الشمال. طيب المستويات الاربعه بقى للبطوله الافريقيه عندك انفراد ليها؟ في الدوري ابطال افريقيا في دور المجموعات طبعا كلنا شفنا الترجي صعد مع النجم الساحلي في الدوري التونسي في اخر ثانيه. شفنا الجيش الملكي والوداد المغربي. شفنا النادي الاهلي وبيراميدز. ففي تصنيف في المتوقع اللي هيحصل في المستويات الاربعه في دور المجموعات. ده اللي هو اللي احنا هنشوفه لو نستعرضه. هنجيب اول المستوى الاول. اول حاجه المستوى الاول طبعا النادي الاهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي. طبعا الاربعه دول مشاركين فين؟ في السوبر الافريقي. فكده ولا كده خلاص دول المستوى الاول رايحين مجموعات. وخلي بالك اول سنه النادي الاهلي مش هيقابل صن داونز في المجموعات. يعني تعتبر أكيد من فتره اتاكد خلاص ان النادي الاهلي وصن داونز مش في مجموعه واحده. فالوحش ده خلاص بقى فالوحش ماشي. الحاجه الثانيه المستوى الثاني ممكن النادي الاهلي وبيراميدز يكونوا مع بعض في نفس المجموعه. المستوى الثاني مين؟ شباب بلوزداد، سيمبا التنزاني، بيراميدز، بترو اتليكو الانجولي. وبتبقى مفتوحه طبعا عشان الناس تبقى عارفه. طبعا مفتوحه. سيمبا وبترو اتليكو برضو موجودين فين؟ في دوري السوبر الافريقي. بيراميدز بس وشباب بلوزداد اللي مش موجودين. ده المستوى الثاني. المستوى الثالث مازيمبي الكونغولي، حريه الغيني. الاثنين دول برضو موجودين فين؟ في دوري السوبر الافريقي. بعد كده اورلاندو بايرتس والهلال السوداني. حتى الان برضو موقف الهلال السوداني ما نعرفش اذا كان هيشارك لان الاحداث في السودان ولا لا. بس هو لو اتحط هيبقى محطوط المتوقع في المستوى الثالث. المستوى الرابع يانج افريكانز التنزاني، اسك ابيجان الايفواري، النجم الساحلي التونسي اللي هو بطل الدوري التونسي هذا الموسم، القطن الكاميروني. في فرق برضو ممكن تخش في حاله طبعا لو واحد من الفرق دي ما صعدتش زي فيتا كلوب مثلا في الكونغو، زي مثلا الجيش الملكي المغربي ممكن يخش. كل ده لو دخلوا هيخشوا في المستوى الرابع. يعني دول اعلى المستويات دلوقتي في افريقيا في دوري ابطال افريقيا. لو واحد فيهم خرج بيخش الفريق اللي صعد مكانه هو هيدخل في المستوى الرابع. لكن خلاص المستوى الاول اتحدد. النادي الاهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب الافريقي. ده المستوى الاول في دور المجموعات لان الاربعه هيشاركوا من بدايه دور المجموعات في شهر ديسمبر. النجم انا بس سؤال، النجم الساحلي هو اللي خد الدوري؟ خد الدوري تونس.
والترجي الثاني صح، اخذ ثاني في اخر ثانيه. مع ذلك الترجي هو الاول في المستوى الاول والنجم الساحلي في المستوى الرابع. صحيح، لان ده ما بيلعبش كتير، سبعه اكبر من تسعه. اسمع كلامي. هناك لحد بيقولهم كده ولا بتاع هنا كده ولا بتاع يعني. والله لفتت نظري دلوقتي واحنا قاعدين اهو واضحه يعني، دي حاجه واضحه. عشان بقاله النجم بقاله كتير جدا بعيد، ما حدش هيقول لهم النجم الساحلي ليه في المستوى الرابع وهو متصدر بطل الدوري. اخر مره النجم كان في دور المجموعات في بطوله 2020، بطوله نهائي القرن. لما كان يا عم افهم، طب ما الجيش الملكي يا سيدي افهم، بقول له يا سيدي افهم. الجيش الملكي بطل الدوري، حضرتك 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 يساوي 10 مثلا، و1 زائد 1 يساوي 9، فيبقى انت اقل. لا، سبعة أكبر من التسعة. والوداد ما خدش الدوري المغربي وموجود في المستوى الأول. والوداد على رأيك. الوداد المغربي موجود رقم اثنين، هو تاني أعلى نقاط في آخر خمس سنين. الرباعي في المستوى الأول ده هنسمع أسمائهم كتير السنتين الجايين. يعني أنت الرباعي ده هو المستوى الأول في دوري السوبر، هو المستوى الأول في دوري الأبطال، هو أول رباعي هيمثل القارة الأفريقية أو اتنين منهم في... لا أكيد الأربعة. هو هيختار بالتصنيف، هيبقى صحيح. محدش هيعدي نقط الترجي وصن داونز إلا إذا تاني، إلا إذا الرجاء عمل يعني ما يشبه يعني ده. خلاص يبقى كده عرفنا كل المستويات، واللي هيتبقى بس ان احنا هنشوف مين الفرق اللي هتخش، ولو هيخش حد هيخش في المستوى الرابع. طبعا. اول وثاني وثالث خلاص ده تاكد كده المستوى. طيب برضو عايز تقول وجهه نظرك انت كريم في الفارق ما بين المسؤول طبعا والجمهور. طبعا طبعا اكيد طبعا. يعني كره القدم يا كابتن اسلام مساحه كبيره لوجهات النظر، يعني كره القدم اصلا كلها وجهات نظر، سواء في الامور الاداريه او الامور الفنيه، والموضوع طبعا متاح للناس كل. اي حد محب لكره القدم من حقه ان يقول وجهه نظره. صحيح. ده امر لا خلاف عليه، وما فيش اي حد يجرؤ او يقدر انه يحجر على وجهه نظر حد. صحيح. ده امر خلاص منتهي ومش محتاجين نتناقش فيه. ولكن في نقطه مهمه برضو لازم ناكد عليها، وهي ان دايما نظره المشجع للامور بيبقى ليها منظور معين، و 90% ما بيبقاش المشجع مطلع على كل الامور اللي المسؤول الداخلية. المسؤول مطلع عليه ليه الداخليه. فطبعا اكيد لما الجماهير مثلا بتتدخل في اي امور تخص التعاقدات او حتى القرارات الاداريه، كل واحد له وجهه نظره. حتى في الانتخابات كلنا بنقول وجهه نظرنا، لكن في حاجات بتبقى احنا ممكن مابقاش ملمين بيها زي المسؤول او الناس اللي في المطبخ. فعايزين نتفق ان كل واحد حر اكيد في عرض وجهه نظره، كل واحد اكيد حتى ايفن لو في برضه مجموعه، لان برضه احنا عايزين ناكد حاجه، جمهور النادي الاهلي بنعدي 80 مليون، احنا كتير كتير قوي. اكيد طبعا لو في مجموعه شايفه مثلا وجهه نظر ما، اكيد طبعا لها احترامها كل شيء، ده لا امر لا غبار عليه. لكن برضه ممكن يبقى في مجموعات اخرى باعداد اكبر ممكن شايفه وجهه نظر اخرى. اهم شيء ان احنا نقول وجهه نظرنا بدون ما نمليه، وبدون ما نصر عليه اصرار اللي هو ايه لا كده لما فيش لا. انا غالبا في دي صح، عندك حق طبعا، تحديدا الفارق ما بين الجمهور والمسؤول، ولكن دايما جمهور النادي الاهلي بيقول رايه وبيسكت يعني. تمام. يعني دايما وبيقف في ظهر ادارته. جميل. حتى طبعا. لو جمهور الاهلي عايز كريم واداره الاهلي شايفه ان كريم لا ما يجيش مثلا يعني فخلاص، طالما اتخذ قرار من اداره الاهلي او من اداره المجلس الاداره او من اداره الكوره في النادي الاهلي، لو بتتكلم على الكوره مثلا انه خلاص كريم ما يجيش، يبقى خلاص الجمهور على الرغم من الجمهور عايز كريم يبقى الجمهور دايما بيبقى في ظهر. صحيح. وده الاميز والاهم في مثل هذه الامور. وحاجه ثانيه، بعد ما يعني سيب الناس اللي في المسؤوليه ياخدوا وبحسبهم عليه بعد كده، مفيش مشكله حقك. صحيح. انما نتفق على حاجه، ان هنا في يعني اسف ايه الفرق ما بين وجهه النظر والقرار. لا القرار دي مهم، برافو عليك، مع بعض القرار. وجهه النظر عندنا حتى يعني حتى في الاعلام عنده وجهه نظر لكن لا يملك قرار. صحيح. الاعلام لا يملك قرار، انا اشتغل في الاعلام لكن لا املك قرار على حد، انا اقول وجهه نظري، وجهه نظر خاصه بكريم سعيد اوكي، لكن ما عنديش قرار على اي حد في المجال كله، ولا لعيب ولا نادي ولا اتحاد كوره ولا اي ولا فيفا ولا اي حد. ونسيب هنا بقى القرار لمن يملكون حق اتخاذ القرار. حقيقي. عشان تبقى الدنيا ماشيه بشكل سلس، وتبقى دايما 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 احب ان الباب يبقى موارب، يا
عشان تبقى الدنيا ماشيه صح، ولا يتم استغلال الامر في السوشيال ميديا بشكل مش مناسب لخطه النادي او اسلوب اداره النادي. بس ولكن برضو مره ثانيه، وخلينا هنا اتكلم يعني باسم الجمهور، الجمهور لا يملي شيء الحقيقه. طب. دايما جمهور النادي الاهلي مختلف في هذا الامر، ان هو ممكن يقول لك يا جماعه احنا مش عايزين فلان او عايزين فلان، لكن في النهايه قرار الاداره هو اللي بيمشي. ده جميل. وطالما قرار الاداره صدر بتلاقي دايما على الاقل 90% او بلاش 90 80% من الجمهور بيقف في ظهر ادارته، وهو ده اللي احنا متعودينه دايما من النادي الاهلي. وبالتالي خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل خلال، وهنا لو كنا بنتكلم اكيد عشان اللي عايز كريم واللي عايز احمد واللي عايز اسلام واللي عايز وده مش عايز ده والصفقات طبعا كل واحد بيشوف من وجهه نظره، يعني كل واحد بيشوف من وجهه نظره، ولكن القرار في الاخر للمسؤوليه والمسؤوليه بتعطي للمسؤول الحق بالظبط. هنا برضو طبعا جمهور الاهلي هو دايما السر في الانتصارات، هو اللي بيدي الدفعه للعيبه، هو اللي بيدي الدفعه للاداره، الضغط اللي هم الجمهور الاهلي بيعمله ده احسن حاجه اصلا، سر انتصارات النادي الاهلي. يعني انت النهارده واخد دوري ابطال افريقيا، واخد كاس مصر، واخد 2 سوبر، وخدت دوري ابطال افريقيا، تمام. دلوقتي مع اول مثلا تعادل او الناس شفت ماتش الاهلي وفيوتشر مثلا، الناس بدات اللي هو ايه، لا زعلانين سنه صغيره، الزعل ده طبيعي صح، لا صح، وخوف صح على الفرقه، ده صح الفرقة. ده صح، احنا خلاف بس برضو القرار، القرار بيرجع في الاخر يعني ايه، دي حاجه بتدي نوع من الحماسه للاداره ان هي طبعًا تفكر صح طبعًا. زي ايه يوم ماتش الاهلي وصن داونز يوم 5، برافو عليك، برافو اي عليك. اداره ثانيه غير اداره صح؟ النادي الاهلي هتقيل المدرب، اي اداره في مصر تلبس المدرب، هتلبس المدرب، هتقول لك ايه ده خسران 5 صح؟ ماشي مارسيل كولر على طول، زي ما كل الاعلام وكل الاعلام عمل صح، زي ما كل الاعلام عمل، كانوا هيعملوا الا قناه الاهلي والبيت الكبير تحديدا لو تفتكروا برضو الوقت ده، وكنا مع بعض يمكن على الهوا، وقلنا ان احنا السفينه في وسط البحر يا جماعه، ولازم نفضل. والحقيقه هو الواحد اتعلم الحاجات دي منين؟ اتعلم من جمهور، خلي بالك صح، لانه انا بعد الماتش بيجي لي تليفونات كتير، انا بحاول ارد طبعا على قد ما اقدر على كل التليفونات، لكن عشان اكون فكره الناس زعلانه ومتضايقه ساعتها، او الناس زعلانه ومتضايقه برضو عشان التعادل الاخير مع فيوتشر. ولكن خلي بالك معظم اللي كلموني بعد ماتش فيوتشر مثلا مبسوطين من الاداء، ولكن هو احنا يا كابتن هنفضل نضيع لغايه امتى؟ قلت لهم يا جماعه طبيعي، انا وجهه نظري بقى ان طبيعي ان احنا نشوف احمد بيضيع وكريم بيضيع واسلام بيضيع، ما هو ده طبيعي، ما هو بيجيب وجاب وكسبنا بطولات صحيح، صحيح، فيعني ما يضيع ما فيش مشكله، نقف مره واثنين وثلاثه لغايه لما يجيب تاني وتالت. على فكره بس انت ده جميل جدا بقى في حته ايه بقى، عشان نربطها باللي احنا لسه بنتكلم فيه، زي اللعيبه زي اللعيبه مش كلنا من وجهات نظرنا صح، لكن في الاخر القرار عند مين؟ الاداره، عند الجهاز الفني، عند المدير الفني يعني المدير الفني دايما بيبقى شايف اللعيبه احسن مننا، واحنا ما زلنا في نفس الوقت ممكن ثابت يشوف والله انا شايف المهاجم الصريح للاهلي يكون فلان، انا شايف يكون علان، حضرتك شايف يكون اكس، دي وجهات نظرنا احنا كناس متابعه للكوره، وكل واحد له مبرراته، انما في الاخر قبل السكور شيت ما بينزل كلنا بنحترم اختيارات المدير الفني وبنحاسبه عليها بعد ما تصعب، بنقول ايه تصدق ده الراجل كان عنده وجهه نظر احسن من احنا مش شايفين تماما. اقول لك اقرب مثال لهذا الامر اتفضل ايه؟ كريم فؤاد، فاكر اول ماتش أيوة. كريم فؤاد ايوه برافو عليك، ايوه برافو عليك، ولاعيب وينج رايت ايوه، قلنا يا عم ده اللي بيعمله ايه يا عم التاليف اللي بي... صح صح حصل، محدش فينا حصل قال استنى واعمل واصبر واعمل وبتاع صح حصل، الراجل بعد كده ايه بنسقف له على كريم فؤاد، معلش برضه اسيست في الاسماعيلي وجون في الزمالك، في الزمالك ده حتى نفس الامر انطبع على بيرسي تاو، وعلى بيرسي تاو، انا بتكلم واحد جابه من أيوة صح يعني صح من مركز حطه في مركز ثاني صح، لكن بيرسي تاو قول ايه كان عنده وقت صعب، كان عنده وقت صعب، لكن كلنا كنا متاكدين من قدراته طبعا، قدراته، لكن صح كريم انت بتلعبه باك ليفت مثلا أيوة، وقمت حاطه وينج رايت صح او جناح ايمن صح، فيعني هي دي القصه. طيب تحكيم ورأيك في ترشيح ثلاث حكام ثلاثه من التحكيم من الحكام المصريين لمباراه الاهلي وال احنا معانا صورهم الثلاث حكام المرشحين طبعا، الحكم محمد معروف لسه بدري على ماتش الاهلي هو ده يعني ماشي، بس طبعا الافضل كان تحكيم اجنبي بصراحه، خاصه ماتش الاهلي وزمالك يعني، فالمباريات دي بيبقى فيه منافسه اكيد، والفريقين الاكثر جماهيريه في مصر او الاكثر جماهيريه وتاني اكثر جماهيريه، فطبعا انت محتاج حكام اجانب في ماتش زي ده بصراحه أيوه. لكن ترشيح ثلاث حكام لو استعرضناهم، هو الحكم الاولاني طبعا محمود البنا، امين عمر، محمد معروف. محمود البنا لسه محكم مباراه الاهلي وبيراميدز في السوبر، وامين عمر برضو حكم في اهلي وزمالك، فالاقرب ممكن يكون محمد معروف عشان كده،
لكن ده هو ده التعيناه هم اللي بيقولوا كده يعني الاقرب محمد معروف. دي اخبار مسربه. اخبار مسربه. اخبار مسربه واعتقد انا في وجهه نظري. انت بتبصي لي كده. لا 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 والله بجد هتتنفي هتتنفي. بعد المصري شايفه ازاي في الفتره الاخيره كده؟ تردوها في داهيه. هتتنفي طبعا. بس هو الفكره ان الحكم محمد معروف مش انت اللي هتتنفي. الفكره ان الحكم محمد معروف بصراحه يعني بيميل للزمالك شويه بصراحه في كذا ماتش فيعني فنبعد خالص عن ما اعتقدش هو مرشح. لا معلش انا حاطط ايدي على تسريبات اعتقد دي تسريبات غير صحيحه و لا اشك تماما. لا احد يعني اشك تماما. ممكن كان شك. هو جاي من كاس عالم يقول لك جاي من كاس عالم مفيش مشكله ربنا يوفق كل حكامنا في مصر. لكن اعتقد يعني اذا في اسم اعتقد يعني هيرضي المنظومه الكرويه في مصر يحكم ماتش اهلي والزمالك اعتقد محمود البنا. في بعض الاخطاء البسيطه لكن حكم يعني اعتقد الجميع بيشهد ان هو رقم واحد في مصر حاليا. اتفضل يا كابتن اسلام. السؤال حضرتك سالتني سؤال. اصل هو عمال يضحك وعمال يضحك. طيب معلش بتضحك ليه؟ لا مش عارف. مش هو بيقول الحقيقه؟ لا 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 اصل انت هتتنفي. سيب يعني ايه؟ بعد برضه حته الجزء الصحفي ده يسيبون احنا طب اتفضل شغلانتنا احنا يعني. اتفضل حضرتك سالتني سؤال بعد سؤال التحكيم ده بس انا ما سمعتوش معلش. السؤال في التحكيم؟ في سؤال بعد التحكيم؟ احنا خلاص احنا جاوبنا على التحكيم. جاوبنا على التحكيم. طيب الاسئله الاخرى ليه دايما لا يتم تقييم اللاعبين بشكل عام يعني كيفيه التقييم مثلا دي نقطه مهمه جدا. حضرتك خلي بالك النادي الاهلي بيجي السنه دي احساس ان هو قسم الموسم. انت جيت حققت عدد من البطولات طوال الموسم ده شيء كويس جدا. الفتره دي انت بتيجي النهارده مثلا الدوري لسه ما اتحسمش ولكن انت النهارده بتلعب بعض المباريات وفي مفيش شغف في بعض اللعيبه مفيش يعني في الشغف. الشغف بيقل شويه. أوكي. انت حققت بطولات كبيره السنه دي ولعبت عدد كبير من المباريات. ونقطه ثانيه بقى دلوقتي هتبدا تعاني لحد ما من الاجهاد وده امر يعني ان شاء الله احنا نحاول نتجنبه قبل ماتش السوبر. يعني انت لو بصيت للجدول بتاع النادي الاهلي هتلاقي ماتش السوبر ممتلئ جدا. شيء بقى خطر جدا خطر جدا بعد مثلا ماتش فيوتشر ان احنا نبدا نقيم اللعيبه دلوقتي. لا ده امر خطر وامر غير عادل. ما ينفعش خالص نقيم او نعمل اي تقييم عام للعيبه في الوقت الحالي. ليه؟ لان دلوقتي اللعيبه جم في فتره من الموسم دلوقتي احنا اعتقد احنا بننزل احنا مش في البيك بتاعنا. احنا النهارده بنخلص السيزون بتاعنا. المفروض ان شاء الله باذن واحد احد على ماتش السوبر الافريقي نبدا يعني نبدا نشحن يعاد بالظبط. ده ماتش مهم جدا. بعد ما تخلص ماتش السوبر الافريقي في نهايه الموسم بقى تقيم اداء اللعيبه في الموسم كامل. لان انا بشوف من وجهه نظري مثلا بعد فيوتشر انا لاحظت ان في بعض التقييمات العامه لبعض اللاعبين لا ده امر انا بشوفه ظالم وامر ممكن يدي برضه مؤشر سلبي مش صحيح. لان اللعيبه في الوقت الحالي طبعا قدرنا عارفين يعني اللاعب او الرياضي لما بيحقق بطوله كبيره بيبقى لازم يعني ايه ده طبيعي طبيعي حاجه طبيعيه في اي رياضي لما بتحقق بطولات كبيره او انجازات كبيره. فانا بشوف ان التقييم اللاعب العام التحدي هنا للمدرب للمدير الفني كيفيه وصول الشغف للاعب. صح صح. ودي كانت اعتقد حاجه بتميز مستر مانويل جوزيه مع جيل طبعًا. حضرتك انه كان عنده قدره في شحن الجيل بتاعك وبعد كل بطوله يعني بنتكلم في سنتين 10 بطولات كل بطوله بعيد عن المونديال كان امر يعني خدنا برونزيه مره واحده لكن الخمس بطولات المحليه والافريقيه تم تحقيقهم للمره الثانيه على التوالي. دي ما حصلتش في التاريخ اعتقد لاي فريق في العالم. صعب جدا انت تخش خمس بطولات محليه وقاريه دوري كاس سوبر ودوري ابطال افريقيا والسوبر بتاعه بتحرزهم لسنتين على التوالي. فانا بشوف طبعا شيء مهم عند مارسيل كولر هو يحاول يعملها. بس نقطة مهمة برضو للمتابعين وللناس على السوشيال ميديا النهاردة انت ما تضغطش على اللاعبين بتقييم عام لان هم دلوقتي حاليا ما يصحش ان احنا نقول ان احنا ده الافضل توقيت او الوقت المثالي للتقييم. بس ثابت التعامل الاعلامي مع عروض النادي الاهلي مع عروض لعيبة النادي الاهلي الفترة دي في اعلاميين كتير بيتكلموا في عروض وباعوا لعيبة النادي الاهلي كلها يعني باعوا باعوا واحد في السعودية وواحد مش عارف فين طب ليه يا جماعة؟ بتسمع كلام ارقام يعني برضو أرقام. يعني محمد عبد المنعم يقول لك 8 مليون دولار ما هو لو 8 مليون دولار يا جماعه والله يعني ما اعرفش هنبيع واعاره للشناوي ب 4 مليون دولار كتير قوي يعني 8 ده يعني كام بس راح فين؟ راح للمنافس بتاعك في المونديال اللي هو مين؟ الاتحاد حجد اوكي لا ومحمد الشناوي اعاره سنه ب 4 مليون دولار يعني ارقام اصلا يعني اعاره سنه ارقام يعني انت بتسمع في ارقام وبعدين امبارح دخلوا في حمزه علاء قال لك شركه اسبانيه ومش شركه حمزة ليه؟ علاء دخلوا
قال لك شركة تسويق ومشوا لعيبة النادي الأهلي كلها. طب يا جماعة يعني النادي الأهلي دلوقتي عنده دوري، نحسم الدوري بس عندنا ثلاث ماتشات نركز فيهم. مش عايزك تحسم الدوري. مش عايزنا نحسم الدوري للأسف. يعني نحسم الدوري الأول وبعدين نفكر في الصفقات. النادي الأهلي مش هيعلن عن أي صفقة غير بعد حسم الدوري. من الآخر النادي الأهلي مش هيعلن عن أي حاجة جديدة خالص غير بعد حسم لما تحسم الدوري، وده اللي متعودين منه في النادي الأهلي، إن أنت لازم تحسم الدوري الأول تخلص حكاية الدوري دي وبعدين تفكر في اللي جاي. فالتعامل الإعلامي بصراحة في الفترة الأخيرة، لا أنت بتشوف عروض كتير، بتشوف حاجات كتير، وبتسمع أخبار أصلا بصراحة 90% منها كلها اجتهادات، ولكن أنا بشوفها غير صحيحة خالص. يعني لو شركة شوبير النهاردة عمل تيك توك تيك توك، فالناس افتكرت إن يبقى فيه. لا هو غالبا جايب ضيف. هو جايب ضيف يا جماعه، بس عشان تبقوا عارفين، هو ليست صفقه في النادي الاهلي، ولكن هو جايب ضيف عشان تبقوا انتوا عارفين. بس هو جايب، انا مش هحرق الموضوع واقول لكم مين. لكن هي مش صفقه، التيك تاك ده مش صفقه. هي ما فيش صفقه يعني. لا هو جايب ضيف، يعني الناس هتعرفه بقى كمان يومين. هتعرفه بقى كمان يومين. ده حاجه تانية. طيب كريم، برضو من وجهه نظرك، نخش على مباراه الاهلي والاسماعيلي، مين الافضل من وجهه نظرك؟ وبعدين اسمع التشكيل منكم بقى انتوا الاثنين لو عندك تمام. تشكيل. طبعا اكيد المباراه تشكيل الاسماعيلي يعني. اكيد المباراه واخده زخم من وجهه نظري، يعني مش عشان النادي الاهلي يعني قريب من حسم الصداره، وانما الوضع اللي فيه النادي الاسماعيلي، وضع النادي الاسماعيلي وضعه صعب للغايه، وكمان الوضع كان ممكن يتأزم كتير قوي 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 لو كان حمدي زكي جاب الهدف الثاني في الشوط الاول في ماتش الاسماعيلي واسوان. ماتش الاسماعيلي واسوان، الشوط الاول هدف من ركله جزاء وكوره في العارضه وفرص ضيعوها النادي الاسماعيلي. طبعا اكيد النادي الاهلي ما عندوش حل تاني طبعا غير الانتصار، لان عايز يحسم الدوري، وكمان النقطه بتاعه ماتش فيوتشر. النادي الاسماعيلي عنده صراع شديد جدا 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 مع الانديه في مؤخره الجدول، واكيد محتاج حق النقطه النهارده محتاجها. فانا في وجهه نظري زخم المباراه واثاره المباراه واخده في الحته دي مهمه قوي. طبعا اكيد في طبعا طبيعي في فجوه فنيه واضحه ما بين الاهلي والاسماعيلي في الفتره الاخيره. مهم جدا لعيبه النادي الاهلي يبقى مهم نحسم الدوري عشان انت عايز تبدا تجهز للحته القادم. طبعا انت عندك زي ما قلت ماتش عندك ماتش طبعا ماتش كم اكيد هي برده في زخم، وعندك ماتش السوبر، ماتش السوبر الافريقي ده مهم جدا، فانت عايز تنهي وتدي مساحه لكولر. لو لسه كاس مصر كمان يا فندم، وكاس مصر طبعًا كسبت طبعا وكاس مصر واضح جدا خلاص، انت النهارده هتواجه يعني ان شاء الله اذا كملت لماتش الفاينل، انت في الفاينل هتواجه لزمالك لا بيراميدز، فبرضه بتتكلم على ماتش قوي، ماتش مش سهل. صحيح. فبالتالي برضه انت عايز في المتوسط كده تخلي مارسيل كولر يشم نفسه، ان هو يدي يشم نفسه امتى؟ لكن ماشي، ما اعرفش والله يشم نفسه. هو الراجل ده اللي هو حتى الراجل قالها، يعني الراجل قال ان انا يعني الجدول والضغط بتاع الماتشات، وكمان طبيعه الماتشات، يعني طبيعه الماتشات لا بعيدا عن الضغط بتاع الجدول، هي طبيعه الماتشات كلها صعبه. يعني هو عشان يلحق ان هو يدي اجازه بعد ما ياخد، حتى لو ربنا كرمنا ان شاء الله وخدنا الدوري خلاص، مش هيلحق يدي اجازه، انت عندك كاس مصر. صحيح. هيبقى اسبوع. نعم، هيبقى اسبوع. اسبوع من 15. اسبوع من ايه؟ هيبقى انت عندك الشهر ده 9 ماتشات، ماتش الزمالك ومحدود الداخليه بس. ماتش الزمالك يوم 14 والداخليه في اخر الشهر يوم 30. الزمالك 13 ويوم 30 في نهايه الماتش، في نهايه الشهر ماتش الداخليه في الكاس. فانت ان شاء الله لو حسمت الدوري هيبقى عندك حوالي 10 ايام مثلا، ممكن ياخد يدي اسبوع راحه. صح، ده اذا وافق. هم دول يعني ال 10 ايام انا اقصد هيفرقوا يا كابتن اسلام، هيفرقوا طبعا بس لو يعني بنلعب ماتش كل تقريبا دلوقتي 72 ساعه، ده لو الدوري يا كريم. ده لو حصل، برافو عليك. ما هي دي اللي بقولها. لو انت حسمت يعني انت احنا النهارده ناقصنا ايه؟ 8 ماتشات. انت عندك 3 ماتشات صعبه مع انديه جماهيريه، الاسماعيلي بينافس على الهبوط، اسماعيلي الاتحاد الزمالك. بس ماتش الاتحاد يعني ماتش الاتحاد لا فرقه كويسه وعامله شغل وعندها هدف الدوري. مفيش ضغوط اصل. هو خلي بالك الزمالك هيلعبك ماتش كويس ليه؟ انا بقول لك من دلوقتي الزمالك هيلعبك ماتش كويس ليه؟ مفيش ضغط. صحيح. كسبت اتغلبت اتعادلت، ما انت مش فارق، وعايز يعمل اي حاجه في الموسم. عايز يعمل اي حاجه في الاخر عشان يقول لك انا طلعت كسبت الاهلي. تمام. لو عايز يعني طبعا صح. فبالتالي انا بشوف ان ماتش الاسماعيلي هيبقى صعب جدا. الناس بتقول لي لا، انا بشوف ده خبر ابيض، ده ماتش بكره
تشكيل الاسماعيلي يا احمد من وجهه نظرك؟ الكابتن حمزه الجمل يمكن طبعا هو طريقه اللعب 4-2-3-1 في اخر الماتشات كلها، وهنقول برضو التركه اللي ممكن يعملها بكره. اتفضل. في حراسه المرمى احمد عادل عبد المنعم، نستعرض التشكيل. الاثنين المساكين باهر المحمدي ومحمد هاشم. محمد هاشم كان واخد طرد في الماتش اللي فات وهيرجع الماتش ده، في الماتش اللي قبل اللي فات يعني، فبكره هيرجع ودخل القائمه. باهر المحمدي ومحمد هاشم اثنين مساكين، عصام صبحي باك رايت يعني باك يمين، ومحمد دسوقي باك ليفت. الاثنين الارتكاز محمد حسن وسيرجي اكا، قدامهم احمد مدبولي كصانع العاب، الاثنين الاجنحه ياو انور وعبد الرحمن مجدي، راس الحربه محمد الشامي. وهنا هنا التركه اللي ممكن تحصل، ده دي يعني ده التشكيل اللي بيلعب بيه في الماتشات الاخيره كلها اللي هو ال 4-2-3-1. ممكن بكره طبعا عشان بيلعب النادي الاهلي وعايز يطلع مثلا بنقطه يسحب واحد من عبد الرحمن مجدي، برضه بيمر بفتره عدم توفيق، يسحبه ويحط ارتكاز ثالث اللي هو عماد حمدي. هات التشكيل الثاني اللي هو 4-3-2-1، هتلاقي اهو ادي عماد حمدي، محمد حسن، سيرجي اكا، بقت 4-3-2 اجنحه ياو انور. انا بشوف ان ده اقرب يا احمد اللي هو اللي فيه عماد حمدي. التركه اللي يعملها ان هو ممكن بكره يضيف كده ان هو عماد حمدي ومحمد حسن وسيرجي اكا واثنين على الاطراف ياو انور واحمد مدبولي او عبد الرحمن مجدي واحد فيهم، وقدام محمد الشامي هو راس الحربه الاساسي دلوقتي بتاع النادي الاسماعيلي. تمام. لان راس الحربه التونسي بتاعهم فراس الشواط راح الترجي او خلاص بيخلص الترجي والله. ده برضو خبر كده النهارده قريناه على المواقع التونسيه ان هو مشى من الاسماعيلي بسبب المستحقات وازمه ماليه وكده، وبيخلص النهارده قعد مع مدير التعاقدات في الترجي، بيخلص في الترجي التونسي فراس الشواط. طيب عموما يعني برضو من وجهه نظركم تشكيل الاهلي يا كريم. والله سام برضو مرسيل كولر هيحاول طبعا يحافظ على الاساسيين، احنا خلاف طبعا اكيد على الرباعي الخلفي عبد المنعم وياسر ومحمد معلول وهاني ومعلول. خط الوسط طبعا انا بشوف يعني دخول احمد القندوسي مع اليو ديانج وعمرو السوليه في بعض الاحيان، او عمرو السوليه بره، او عبد السوليه بره التشكيل، قصدي التالت مروان. احمد القندوسي في وجهه نظري محتاج مشاركه. وفي نقطة مهمة جدا برضو لازم الناس تعرفها، لما بيكون في لعيب بره الدنيا شوية بره سيستم اللعب ويبدأ يخش في سيستم اللعب لازم الناس تسيب له وقت، زي كريستو مثلا، زي كندوسي، عندهم لمحات كويسة جدا. اللاعب ده مثلا في وجهة نظري أداؤه في الماتش الخامس استحالة يبقى هو في الماتش العشرين. في ناس بتحب تحكم من الوهلة الأولى، دي نقطة لازم وده نفس الكلام أنت قلته من شوية لازم ناخد بالنا منه. فأنا بشوف أحمد القندوسي ماشي بشكل كويس، قدم أنا في وجهة نظري والله قدم مباراة كويسة قدام فيوتشر، وطبعا لا خلاف على الثلاثي الأمامي عبد بيرستاو وحسين الشحات وكهربا. أنا بشوف عبد القادر اللي هيبقى قادر؟ انا بتفق مع كريم، يمكن في حراسه المرمى الشناوي ياسر ومنعم، ناحيه اليمين هاني ومعلول، الثلاثه اللي في النص بس هو مروان عطيه وديانج، وحط قفشه. بشوف ان قفشه مهم قوي تواجده في الماتشات دي، لانه قفشه ماشي بمستوى رائع الفتره اللي فاتت حتى لما بينزل، بس بينزل كبديل بيبقى جميل. يعني بينزل كبديل بحيث ان الضغوطات مش محطوطه عليه، بس انا بشوف ان قفشه يعني بيلعب الكره اسرع، بيعمل تمريرات طوليه كويسه. طبعا احمد الجندوزي برده هايل وعامل جبهه حلوه قوي اللي هي الجبهه الرباعيه، عنده لمسه كده لمسه حلوه مع معلول بيقرا الملعب، بيميل عليهم كمان مروان عطيه. أيوة، فبتحس ان بيبقى في جبهه كده دايموند، اربعه صح عاملين شكل الدايموند ناحيه الشمال. فدي بصمه مارسيل كولر يعني. ولكن انا بشوف برده ان قفشه بصراحه يستحق فرصه. قفشه لعيب مميز قوي وفي الماتشات الاخيره عامل اداء كويس. الثلاثه اللي قدام طبعا بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا. هو بكرة هنشوف، بكرة مباراة الأهلي والإسماعيلي زي ما قلت لحضراتكم في تمام الساعة 8:30، ساعتين ما قبل المباراة دائما وكالعادة في الاستوديو التحليلي مع كابتن أيمن شوقي، هيكونوا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، نشوف كل الكواليس المباراة أو ما قبل المباراة، وإن شاء الله إن شاء الله ما بعد المباراة. بشكركم جدا يا أحمد على وجودك معايا، بشكرك جدا يا كريم على وجودك معايا، شكرا جزيلا. إن شاء الله بكرة زي ما قلت لحضراتكم الاستوديو التحليلي، فاحنا مش هنكون موجودين بكره. اخر حاجه بس عايز حضراتكم برضو تقرير برضو عن صنع في الاهلي يوسف الصافي، وهو واحد من المواهب الشابه في كره الطائره الاهلاويه، معار واحد من المعارين للدوري الفرنسي وواحد من ابطال فقرتنا الدائمه.
صنع في الأهلي، وبالتالي هيكون أفضل ختام لهذه الفقرة. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير أنا بقى بشكر حضراتكم من دلوقتي، وبعد التقرير هنشوف التتر إن شاء الله. فشكرا جزيلا لحضراتكم، نطلع نشوف هذا التقرير عن يوسف الصافي وصنع في الأهلي، وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير. أنا اتولدت في عيلة كانت منقسمة بين الفولي والباسكت، بابايا كان فولي ومامتي كانت رحاب الغنام لعبة باسكت في النادي الأهلي، فكان لعبت اللعبتين في الأول. بعد كده من وأنا عندي 8-9 سنين كده خلاص استقريت في الفولي وكملت فيها لحد دلوقتي. بس يعني كان وجودي في عيلة فيها باسكت وفولي كان عيلة رياضية في النادي الأهلي كلهم من هم صغيرين، فسهلت عليا حاجات كتير يعني إن أنا أتعلم الرياضة وأفهم، وكانت حاجة كويسة. أول سنة صعدت فيها درجة الأولى وأنا عندي 16 سنة كان أول سنة رجوع عبد الله عبد السلام للنادي الأهلي، وبعد كده تاني سنة جه أحمد صلاح، لعبت معاهم من أنا أول سنة صعدت فيها وأنا عندي 16 سنة لحد ما مشيت احترفت في فرنسا وأنا عندي 20 سنة، قعدت معاهم 4 سنين. وكان أول سنة طلعت فيها كان عندنا معسكر في بولندا، عبد الله عبد السلام خدني معاه وقعدت معاه في الأوضة، قعدت مع معسكر أسبوعين، فكنت معاه الوقت كله وهو أعرف يعني هو مربيني من أنا صغير، فكان الموضوع كان سهل أوي في التعامل ما بيننا. في النادي الأهلي خدت بطولات، خدت بطولات كتير، أحسن بطولة بالنسبة لي كان أفريقيا هنا في النادي، لأن مش سهل إنك تتاخد في بطولة أفريقيا وأنت عندك 16 سنة وأنت صغير، كان تاخدت فيها وكانت أول بطولة هنا في النادي الأهلي، كسبناها الحمد لله وربنا كرم وشاركت فيها بشكل كويس. أصعب بطولة كانت مع المنتخب كان كأس العالم، قدرنا نوصل لدور الثمانية وخدنا سادس العالم، دي كانت أهم وأحسن بطولة نزال دي مع المنتخب يعني، كانت في البحرين 2017 تقريبا. ثلاثة دوري وثلاثة كأس مع الأهلي وأفريقيا، يعني 7 مع الأهلي في الثلاث سنين اللي لعبتهم. كنت من وانا صغير قوي في النادي عشان بحكم بابايا ومامتي وجدي، فبالنسبة لي النادي يعني بالنسبة لي الأهلي، أنا ما كنتش باجي عشان التمرين بس، أنا كنت عايش تقريبا هنا، تخلص المدرسة وتيجي بعد التمرين تفضل قاعد تلعب، تروح تلعب في ملعب الكورة، فأنت بالنسبة لك النادي مش ساعتين التمرين وتمشي، أنت ده حياتك هنا، تيجي من أول اليوم تنزل البسين تتغدى تخش التمرين، فكان ده كان مكان فسحتك، انت ما بتعملش حاجه، ما تعرفش حاجه غير المدرسه والبيت والنادي، فالذكريات يعني كل الذكريات انا تقريبا هنا، تيجي اليوم كله عايش هنا، فكان اكيد حياتي كانت هنا كلها. لعبت سنتين بره دلوقتي في فرنسا، ان شاء الله لسه ممكن اكمل فرنسا او يجي لي حاجه تانية بره، فلسه مش عارف قوي، بس اكيد المنتخب عندنا في بطولات، عندنا افريقيا خسرناها في اخر 3 مرات، فاكيد المنتخب لازم بطولة افريقيا ترجع للمنتخب، وان شاء الله يجي لي حاجه احسن بره وافضل يعني على قد ما اقدر رافع اسم النادي ومصر بره، ان انا احاول احقق حاجات على قد ما اقدر.